سميه صفوان العبيدي. انا كاركتر ارتست نخدم في فيرست فور فيجرز، نعملوا دي كاركتر 3 دي بوغ لي فيجورين كوليكتيبلز، ونعمل متا دي فريلانس بوغ لي كرياسيون دو كاركتر لي جو فيديو كيما ايباكس ليجند اي ببجي. كيفاش بديت ال 3 دي متا قبل؟ كنت قبل نعمل برودكسيون تاع غني دي انسترومون هيب هوب معناتها بشويه انا وصاحبي. قبل مغروم برشا معناتها الكرياسيون تاع لي انسترومون دوما، دونك مره نشريو سي دي بارناس من تونس تاع الجاليري سيت، ناخذوا فيه برشا دي سوفت وير منهم دي فروتي لوبس لي سوفت وير هذوما اللي يعملوا لي انسترومون. ومره لقيت سوفت وير يعمل كرياسيون دي معناتها دي ميزون حاضرين بريس كيما السيمز، تلقى دي كاركتير تحطهم تلقى دي هكا. كان نبربش وحدي في الدار وصاحبي جاب حذايا قال لي معناتها فما بروجرام راه خير من هذاك عندي منه في الدار، كان تحب نجيبه لك. قلت له اوكي جيب. جابه لي انساليتو كان 3 دي اس ماكس 8 ظهر لي، هذايا 13 سنه التالي الحكايه هذايا. كي جابه لي هو انساليتو ظهر لي سامبل برشا جري لونه كله معناتها فلس ما فهمتهمش، وبريسك قعدت جمعه كامله باش صنعت بوكس سامبل نشوف في فلسه على جنب مكتوبه بوكس انا نعمل كرياسيون ما نعرفش كيفاه خاطر ما عنديش انترنت باش نفركس. بشويه بشويه نحاول كيما قلت لك جمعه كامله باش نجمت نعمل بوكس سامبل. من وقتها معناتها تغرمت به البروغرام هذاك، وبشويه بشويه بديت نتعمق اكثر في الدومين هذا. كيفاش تعلمت بديت نقري 3 دي؟ اول مره عملت روبو معناتها كاركتير 3 دي، وهذيك اول خدمه عملتها حاجه اللي تشرفت شويه باش نجم نحطها في السوشيال ميديا معناتها فيسبوك وارت ستيشن، وجابت لي برشا معناتها لايكس، وماهيش حكايه جوست لايك معناتها العباد عجبتهم الخدمه بتاعي. دونك راتها مره سامية شلبي هي الكوفونداتور تاع نت انفو، كلمتني قالت لي راه عجبتني الخدمه نتاعك ومعناتها ماذا بيك معناتها تجي تقري معنا. دونك كلمت العارف نتاعي خاطر عندي خدمه نخدمها انا ديجا، قلت له انا باش نخدم كان 3 ايام باش نولي نهارين نقري. دونك قريت قبل معناتها في الدار جوست عباد عاديين يقراو عندهم دي بروجي فان ديتود نتاعهم ديزاين اندستريال، علمتهم شويه كيفاش ينجموا يقدوا لي كونسيبت هذوك مون 3 دي، مي ماهيش حاجه كبيره. دونك دخلت نقري في سيت اب بروفيسيونيل معناتها في نت انفو، تعلمت حاجه جدد خاطر مش كيما تقري مش كيما تخدم وحدك. دونك ماشي في بالي بروحي انا باهي شويه في 3 دي كرياسيون كاركتير، وكي تقري تفيق برشا ديفوات عندك انت. دونك كي قريت حسيت روحي تحسنت كوم كاركتر ارتست، وفرض وقت زاد حتى في تصرفاتي مع العباد وسوشيالي معناتها اكتف اكثر، اني يعني خاطر ما نعملش بخلاف اني نمشي نترينا ونخدم، ما عندي شيخ لا قهاوي لا حال شيء، نترينا نخدم نترينا نخدم كهو. دونك الاكسبيريونس كانت باهية. كيفاش لقيت لي ستوديون اللي قريتهم في نت انفو؟ برشا فما برشا نوع نتاع ستوديون يجيو، فما لي ستوديون اللي يجيو بالحق سيريو وماخذينها على معناتها عارفين ان الحاجه هذه صعيبه وتتطلب برشا خدمه، مي فما لي ستوديون اللي كي يجيوك معناتها في مخهم كيما نلعب جو فيديو كيما نصنع جو فيديو، معناتها سهله في مخهم نتاع شهرين ثلاثه كان طارت باش نولي باهي فيها الحكايه هذيا وباش نولي نخدم في شركه كبار نتاع دي ستوديو معناتها دي ستوديو كبار. وماهيش هكاك الحكايه، معناتها لي جو فيديو اللعب والكرياسيون بعد على بعضهم، مكثر لي زارتيست اللي نعرفهم من احسن لي زارتيست في العالم ما يلعبوش برشا جو فيديو. صحيح يعني عندهم عندي انا بيدي، مي اتس نوت ذا سيم، ماهيش كيف كيف معناتها الحكايه. دونك تتطلب اكثر خدمه، طلب شوية تعب كما أي خدمة في الدنيا، مي حاولوا جوستي يبعدوا اللعب والكرياسيون بعدهم على بعضهم خاطر يطلب أكثر خدمة. قديش تنجم معناتها قديش من عام تشدك باش تولي معناتها كاركتر ارتست ولا جيم ارتست بصفة عامة؟ بالنسبة لي أنا 5 سنين معناتها هذيا باش تنجم تخرج حاجة ديسنت باش تنجم توريها للعباد، حاجة معناتها باهي باش تنجم ينجموا يكلموك دي ستوديو كبار وحتى مش كبار يتكلموك دي ستوديو اندي ستوديو باش يخدموك. على خاطر مشيت ليكول برا نو ايج من احسن ليكول في فرنسا، 5 سنين باش تنجم انت تخرج حاجه باش معناتها باش تخرج كاركتر ارتس
خمس سنين يلزمك بالحق خدمة خدمة خدمة، وستة شهور الأولانيين بريسك ما تنجم ما تمسش لا بي سي لا زيبراش لا ماكس لا حتى شيء، جوست كلاي باش تتعلم لي فورم لاناتومي وباش تفهم حتى كي تشد حاجة في يدك مش كيما أورديناتور. دونك توا باغ إكزومبل نت انفو يقريو عام ولا عامين، يلزمهم يقريو عام ولا عامين خاطر ما ينجموش كي يمشي يقريو أكثر من عام خمس سنين ولا ست سنين باش تراسلهم يطلبوا اكثر فلوس ويلزمهم يطلبوا اكثر. دونك هذا ما تنجم انت ما تنجمش، معناتها ماهيش عادل ليك انت وماهيش عادل ليهم هما. دونك انت كان من العباد اللي ما يلزمك معناتها ما تقدش روحك وحدك ويلزمك شكون يعس عليك. دونك ننصحك تمشي تقرا في ايكول تعمل عام نتاعك عامين باش تاخذ لي فاندمنتال اللي بهم فايده، ومن بعد باش تعمل على روحك خاطر كان تقص مش ياكل شيء في المي، فهمتني؟ وكانك انت من العباد اللي تقد روحك من وحدك تنجم تبداها في الدار كيفي انا بديتها في الدار. دونك ممكن لي كاركتر ارتست اللي نعرفهم لي زارتيست اللي نعرفهم معناتها اللي معروفين لبرا واللي برشا عباد مغرومين به خدموا وحدهم وبداو من الصفر معناتها في ديارهم اللي خرجوا ولتوا انا نحب نولي كيفهم وما زلت ما نجمش. دونك بالحق ماهيش سهله، لازمك كل يوم تعمل حتى على القليله سويعه ما تفلتش معناتها حتى تبدا تعب ولا مفادد ولا قلق، لازم كل يوم فما خدمه، لازم فما خدمه. هذاك كيفاش توصل كي تدخل تشوف العباد الاخرين نتاع الخدمه نتاعهم خير منك، عارف اللي ما عندهم حتى شيء سبيسيال وما تحكيليش على الاورديناتور ما تحكيليش على معناتها الماتريال، جوست انهم يخدموا اكثر منك وكاهو. دونك انت لازمك تخدم كيف لي تيزيتيديون يلزمهم يكونوا ديما عاملين ميزاجور على معناتها الاندستري فما جديد لي سوفتوير شمين فما معناتها حاجات اللي خرجوا جدد، خاطر بالحق كان توصل تفلت نهار ولا نهارين ما تعملش طله ديما فما حاجه جدد، ديما فما دي سوفتوير خرجوا جدد، الطرق نتاع الكرياسيون تبدلت، وهذا معناتها بخلاف انه ياثر عليك انت قاعد ياثر على الاندستري بصفه عامه، خاطر الاستوديو الكبار عندهم شكون لاهي بالحاجات هذيا دونك يعرفوا شو ما جديد وماذا بهم يربحوا هما زاد الوقت. دونك حتى كي باش تمشي تخدم ماشي في بالك باغ اكزومبل انت سايبت شهر ولا شهرين معاش تستعمل تقول ماشي في بالك صاي تعلمت كل شيء تقول خلينا نرتاح تو ونقعد نخدم، تعمل شهرين ثلاثه شهور تعمل ثلاثه تلقى فما حاجه جديده خرجت وهذا يخليك معناتها بيهايند العباد، معناتها فما عباد باش يفوتوك وبتبيعها بال معناتها كي تجي تشوف البوانت فيو نتاع اللي يملك شركه او اللي يملك استوديو باش يقول لك انا نخدم اللي عامل ميزاجور مش باش يخدمك انت. كيفاش نرى الاندستري نتاع الجيو فيديو في تونس والاستوديو بصفه عامه؟ حسب ما نقارن من خمس سنين التالي وتوا فما فرق كبير، فما تحسن كبير حتى في الكاليتي نتاع الارت نتاع الجيم معناتها بصفه عامه لي كاركتير والانفيرونمون. باقي نجموا بطبيعه نعملوا احسن خاطر نعرف عباد معناتها دي زارتيست ودي في تونس اللي نجموا يقدوا خير من هكاك. دونك ساعات تبدا العباد استوديو مزروب يحب يكمل الجو فيديو، دونك نجم تكون هذاك السبب اللي يخلي الكاليتي ديما ماهيش كيما يلزم، خاطر لازمك تقارن دي استوديو بعباد في الدار. نشوف فما عباد ينجموا يقدوا دي جو خير من اللي يقدوا فيهم لي ستوديو في تونس، دونك هذه بروبليم. دونك لازم العباد معناتها اول حاجه تعامل لي زارتيست اللي يخدموا عندها بالباهي وهكاك بتبيع الكاليتي باش تزيد تعلى، وماذا بهم ينقصوا من انه الارتيست يعرف كل شيء. دونك يولي هو يعمل لي كاركتير ويموديليزاسيون ويصنع التكستورينغ وينجم يديفلوبي ويانيمي كل ما بعد، وهذا يخلق كونفلي في وسط الاستوديو. دونك ما بين اكزامبل ما بين معناتها ديفلوبور وكاركتر ارتست كان جيت منظمه اكزامبل فما كان كاركتر ارتست وفما كان ديفلوبر، الكاركتر ارتست والديفلوبر والانيميتر نجموا يزيدوه كي بداو يناقشوا في بعضهم كل واحد باش يناقش في الديبارتمون اللي هو يفهم فيه. دونك يوليو برشا يحكيوا في بعضهم والزوز يفهموا في كل شيء وزوز اللي يعملوا في كل شيء تولي تخلق برشا كونفلي في الوخر يظهر هذا في الجو كي تخرج، فهمت؟ دونك حسب ما نجمش نعطي راي برشا خاطر انا نخدم برشا لي كاركتر تاع تريبل اي جيمز معناتها، دونك الاندي جيم ما عنديش عليه فكره كبيره، مي كي انا نشوف نعرف اللي نجمو نعملوا خير من هكا برشا حسب ما نشوف الكاليتي نتاع لي زارتيست اللي نعرف وحتى لي ديفلوبر اللي نعرفهم. دونك نجم نكون هذايا معناتها بيدجي بروبليم تاع بيدجي خاطر الاستوديو هو اللي يحكم وتنجم تكون ليه، مي ان نقول لك معناتها فما فرق صحيح ما بين خمس سنين وتوا في الكاليتي، مي الفرق ماهوش بعيد كيما نشوف في عباد اخرين شنو تنجم تعمل. دونك نحن ماناش خير من مصر ماهيش خير منها باغ اكزومبل ولا، دونك نجمو نعملوا اكثر حاجات. دونك ماذا بيا كان كيما قلت لكم تولي
في استوديو بدا اكثر نظام، معناتها فما شكون اللي كان بالتكستورينغ وباللايتينغ، فما شكون اللي بالشيدينغ، فما شكون اللي باللايتينغ واللوك ديفلوبمنت، فما شكون اللي باللي كاركتير انيماسيون وحدها، وديفلوبر وحده ما يتلهى كان بالحكايه هذيك. اكيد تولي اورجنايز، معناتها بير اورجنايز، معناتها منظمه اكثر، وفي الاخر يظهر هذا في الجو فيديو. فهمتني؟ دونك ماذا بيا كان زاد انا كيما قلت لكم، معناتها نحب نخدم برشا لي تريبل اي، ماذا بيا كان فما استوديو يعمل حاجة تريبل آ في تونس وينجم، ماهيش حاجة معناتها مستحيلة. ديجا فما استوديو نعرف انه مش يبدأ يعمل حاجة ذي، ماذا بيا نشوف حاجة هذي تولي برشا في تونس. الخدمة في تونس معناتها كي باش تخدم مع باغ اكزومبل تحب تخدم على دي استوديو كبار البرا ولا حتى في تونس، مي نقولوا نحن تحب في مخك معناتها لازمك تخرج من البلاد باش تنجم تخدم في استوديو كبار معناتها توا، خاصة في الوقت هذا معناتها في وقت كورونا وقت خلقت أكثر معناتها فرص لينا نحن باش نجمو نخدمو مع دي استوديو كبار، على خاطر معناتها لي استوديو الكبار تستيو هالورك فروم هوم هذايا اللي الناس الكل تروح تخدم معناتها في الدار، وخطفت الحكاية هذايا لدرجة توليو حتى هما توا وليو ما عادش يهمهم انك انت ما تنجمش تجيب حذاهم تخدم، عطيهم انك الكاليتي نتاع الخدمة نتاعك باهية وانك تنجم تريسبكتي الديدلاين نتاعك، وهذايا يخلي انك تنجم بالحق معناتها تدخل فلوس سيبورتي العائلة نتاعك وتعمل اللي تحب. معناتها برشا زاد هذا نفس الميساج هذا للي بارون، خاطر ما يعرفوش، خاطر اي واحد معناتها باش يجي البوه يقول له انا يعني نحب نبطل قرايتي ولا نحب كيما نقولوا نحن نبدل القرايه هذيك ونحب نعمل دي جو فيديو، يضحك عليه ولا هذيك في يقول له برا نحب تولي طبيب ولا محامي. انا نقول لك معناتها بار اكسبيريونس انه تنجم تخلص اكثر من طبيب والمحامي من الحكايه هذي، على خاطر الدومين هذي الدنيا تبدلت واللي تيب نتاع لي ترافاي تبدلوا، من ناحيه انك تنجم تدخل فلوس وتنجم تخدم في دي ستوديو كبار في دي جو فيديو كبار راهي بوسيبل في تونس ونعمل فيها. وكما قلت لكم ما نجمش نتكلم على لي جو فيديو الجدد اللي قاعد نخدم مع لي ستوديو كبار نخدم معاه، خاطر مازالت ما خرجتش وما عنديش الحق نتكلم، مي تنجم تعملها وتنجم. مي الحاجه الوحيده اللي لازمك بالحق تخدم عليها هي البورتفوليو نتاعك، لازم تكون كاليتي باش تخلي العباد اللي يفركسوا عليك انت يلقاوك، على خاطر انت كدك بورتفوليو نتاعك باهي نضمن لك انك ما تفركسش على خدمه، الخدمه تجيك للدار. مي في الدومين هذا تخدم بالكدي والكاليتي نتاعك توصل انترناسيونال، راهو تجيك الخدمه من غير ما تتعب جمله واحده. ومعناتها خذي كلامي في هذايا خاطر مجرب هالحكايه، تنجم راهو تنجح تخدم في دارك في بلادك. هاني نسكن في حومه شعبيه انا، معناتها هاني قاعد لهنا وبالحق تنجم توصل كيما عملت هنا يعملها اي واحد وتنجموا تفوتوني بسهوله زاد.